فعلا هذا الشيء اللي نحن ختمنا فيه زيارتنا، يعني رغم كل الألم ورغم كل الأسى ورغم كل الصعوبات والتحديات الصعبة، لكن رجعنا فرحانين. حتى الناس اللي قابلناهم يعني كانوا يعني رغم أنه كبار بالعمر كبار بالسن، يعني مثلا عمو أبو روبين، عمو أبو سليم وزوجته، يعني أعمارهم بالثمانين سنة، وهدول يعني كانوا تحت حكم داعش تماما، يعني حكولنا عن تفاصيل كتير تعذيب ولا شافوها، من التعذيب، من الجلد، من الألم، من يعني لدرجة وصلت معهم إنه انحطت السكينة على رقبته لعمو أبو روبين. يعني فكان حقيقة واختار النحر على الترك، إنه بدل ما يتركش إيمانه. بالضبط، يعني أنا هلأ ما بنسى كلمته وقت اللي قال له أنت شخص بتسكر، أنت كافر بتسكر، فكر أنينة الخل، خل التفاح، إنه هي مسكر. راح جابه ودلق عليه، كب عليه لأنينة الخل، لكن في كلمة قال عمو أبو روبين، إنه قال له حقيقة أنا بكيت وقتها، هو بكي كمان، يعني مشهد ما بيروح من ذهني، وقت اللي قال له مو شي غريب إنه أنتوا سقيتوا الخل للسيد المسيح، فاسقوني اياه وما عندي مشكله اني موت في ذا المسيح. فشخص عمره ب 80 90 سنه يمكن عم يتكلم بهذه الطريقه، وبقي يعني هو ما غادر المنطقه رغم انه اولاده مسافرين خارج المنطقه وقالوا له انه فينا نجيبك تعا، قال له ما بترك البيت. فذكرني بكلمات كانت تطلق للشعراء ايام القضيه الفلسطينيه وما زالت، انه نحن باقون، نحن متجذرون، نحن لن نترك الأرض، نحن أساس هيدا الأرض، نحن نور بهالأرض، نحن ملح بهالأرض. فنشكر رب أنه طلعنا فرحانين. لابد فضلي من أنه نطلع فرحانين، لابد. وهذا الشيء اللي نحن حبينا نقوله للناس، أنه نعم في ظلم، في كان سوء نخاسة، لكن كنا شايفين الستات اللي كانوا بالمزارع القطن يا أسيس، نحن طالعين من المنطقة اللي رجعت لحياتها، اللي كانت عم تحوش القطن، اللي كانت عم تبتسم، رجعت حريتها بعد ما انسلبت خلال السنوات الماضية. ابتسامات الأطفال اللي شفناها، علامات النصر اللي كانت عم ترتفع من الأطفال، في بعيونهم إشراقة، في بعيونهم أمل. فاليوم في مهمة للميديا المسيحية تحديدا، انه فعلا تتوجه لهيدا المناطق وتنقل هيدا النور اللي طالع من هالمنطقة رغم كل الدمار ورغم كل الخراب.